ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان كريم. جايين نكمل الحلقه بتاعه جيرني تو ذا سنتر اوف ذا كول مانجر او كوميونيكيشن مانجر بتاعنا. في سؤال تاني جالنا حلو قوي، حبيت اعمله فيديو عشان الناس كلها تستفيد منه. ساله محمد عبد العزيز. محمد سال طيب هو ليه اصلا كلم الاف تي بي سيرفر؟ طب ما كان الدي اتش سي بي سيرفر وخلاص، قال له على مكان الكوميونيكيشن مانجر ده، يعني الاي بي فون لما يجي يعمل ريكوست للدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي يقول له لا بص ده الكوميونيكيشن مانجر بتاعك الاي بي بتاعه كذا، 1.1.1.1 مثلا. هو ده كان السؤال بتاع محمد. احنا النهارده جايين نجاوب ليه كده ما ينفعش، ليه ما ينفعش نخرج الاف تي بي سيرفر من الموضوع خالص. خدوا بالكم انا قلت هنا اف تي بي سيرفر، ممكن يكون تي اف تي بي سيرفر. الفرق ما بينهم لو انتوا عارفينه ان الاف تي بي سيرفر بيحتاج اوثنتيكيشن، انما التي اف تي بي سيرفر ما بيحتاجش اوثنتيكيشن. مجرد ما بتكونكت بيه تقدر تعمل كوبي وبيست او بتقدر تعمل ابلود وداونلود. طب ليه احنا ما نقدرش نخرج الاف تي بي سيرفر او التي اف تي بي سيرفر من الموضوع خالص؟ لان زي ما انا قلت الاي بي فون بيروح يجيب من الاف تي بي سيرفر ده كونفيجريشن فايل. ايه موضوع الكونفيجريشن فايل بقى ده؟ احنا قلنا في الكونفيجريشن فايل انه بيقول له على مكان الكوميونيكيشن مانجر. على فكره هو ممكن يقول له لحد 3 كوميونيكيشن مانجر، يعني ممكن يعمل له لسته كده 1 2 3 ويكتب له الاي بيهات بتاعتهم فيه. حاجه ريدندنسي عشان الافيلابيليتي، لو واحد مش لو واحد بايظ او مش متاح يبقى التاني موجود والتالت موجود. طيب هو الكونفيجريشن فايل في مكان الكوميونيكيشن مانجر بس؟ لا 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 لا، ده في حاجات كتير جدا. يعني مثلا الكونفيجريشن فايل ده بيبقى فيه الفيرم وير. ايه الفيرم وير ده؟ دي نسخه الويندوز مثلا، يعني مثلا نسخه الويندوز اللي هتتحط على الاي بي فون ده، لان الاي بي فون ده يعتبر هاردوير مش نازل عليه سوفت وير خالص، زي ما تقول كده براند نيو، كمبيوتر جديد خالص مش نازل عليه نسخه. فالفيرم وير ده بيبقى مكتوب في الكونفيجريشن فايل. اصل الاي بي فون ده انواع، الاي بي فون ليها سيريز كده معينه زي السيريز بتاعه الراوترات 2801 7200، ليه برضه سيريز معينه، وطبعا كل سيريز بتختلف حسب الفيتشرز بتاعها والامكانيات اللي تقدر تقدمها. عشان كده كل تليفون بيبقى ليه فيرم وير معين، نسخة معينة عشان تقدر تقوم الفيتشرز اللي جواه. يعني مثلا في تليفون بيبقى فيه فيديو، في تليفون ما فيهوش فيديو، في تليفون مليان زراير الفيتشرز كتير اللي فيه، في تليفون لا فيه زراير الارقام بس وشوية زراير صغيرة. فبالتالي كل تليفون لازم يبقى فيه فيرم وير معين. طب اسم الفيرم وير يتعرف منين؟ يتعرف من الكونفيجريشن فايل ده. يبقى الاي بي فون بتاعنا لما يروح يجيب الكونفيجريشن فايل بتاعه هيعرف الفيرم وير اللي هو هيعمله داونلود. طب هيعمل له داونلود منين؟ هيعمل له داونلود برضه من الاف تي بي سيرفر. شفتوا فايده الاف تي بي سيرفر او تي اف تي بي سيرفر على حسب ما انت هتستخدم؟ ما نقدرش نخرجه بره العمليه بتاعتنا خالص، من غيره اصلا الاي بي فون بتاعنا مش هيقيد، مش هيشتغل. طب اول ما يقيد بقى هيقرا برضه في الكونفيجريشن فايل، يعني هو بعد ما يحمل الفيرم وير ويعمل لها بوت اب يشغلها عليه على نفسه، يعني هيبدا يدور بقى على الكوميونيكيشن مانجر. طب هيدور عليه فين؟ هيدور عليه برضه في الكونفيجريشن فايل، الاي بي بتاعه موجود فيه. هياخد الاي بي ويحاول يعمل ريجستريشن، يسجل جواه. يبقى خلاص هو عمل داونلود للكونفيجريشن فايل، هيروح يتكلم الكوميونيكيشن مانجر، هيعمل ريجستريشن، الكوميونيكيشن مانجر يوافق بقى او يرفض. طيب هو دور الاف تي بي بيخلص على كده؟ لا 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 طبعا، ده اي كونفيجريشن بتحصل او انت بتعدلها كادمنستريتور على الكوميونيكيشن مانجر ده بتتسيف في الكونفيجريشن فايل، وبيرجع الكوميونيكيشن مانجر تاني يعمل لها ابلود على الاف تي بي سيرفر ده. شفتوا فايدته؟ فايدته بيعمل ايه؟ بيعمل كل ده. بس خد بالك، عايز اقول لك حاجه، لو انت التليفونات بتاعتك مش حديثة قوي الفيرم وير ده ساعات بيبقى 2 ميجا او اكتر او 5 ميجا كده، يعني مش كتير. انما مثلا لو التليفون بتاعك حديث في ساعات الفيرم وير ده بيوصل 40 ميجا. 40 ميجا دي طبعا لازم تتحط على الاف تي بي سيرفر، ما تقدرش تحطها على الكوميونيكيشن مانجر بتاعك. انما لو التليفونات بتاعتك ضعيفة يعني مش حديثة رخيصة، يعني تقدر تحط الفيرم وير ده على الكوميونيكيشن مانجر، وبالتالي الاف تي بي سيرفر مش هيبقى ليه لازمة. ممكن تخلي الكوميونيكيشن مانجر او الراوتر بتاعك ده تي اف تي بي سيرفر، والاي بي فون نفسه يتعامل معاه ك اف تي بي سيرفر، ويتعامل معاه ككوميونيكيشن مانجر، ويتعامل معاه كراوتر كمان. بس هنا هتيجي على الدي اتش سي بي سيرفر، طبعا هتغير الاوبشن 150 بتاعك وتعمله الاي بي بتاع الكوميونيكيشن مانجر اللي هو 1.1.1.1. طيب اقول لكم حاجه كمان، لو انت الشركه بتاعتك صغيره جدا انت مش محتاج دي اتش سي بي ولا محتاج اف تي بي، انت ممكن تعمل كل ده على الراوتر بتاعك. الراوتر بتاعك يبقى دي اتش بي سيرفر، يبقى تي اف تي بي سيرفر، يبقى راوتر، يبقى كوميونيكيشن مانجر، والاجهزه دي مش موجوده وهو ده بس الجهاز اللي هتتعامل معاه. والاي بي فون بتاعك كل كلامه هيبقى بس مع الكوميونيكيشن مانجر ده او الراوتر بتاعك. شفتوا فايده الاف تي بي سيرفر والكوميونيكيشن مانجر يقدر يعمل ايه؟ طيب هو الكونفيجريشن فايل ده بيبقى شكله ازاي؟ هو بيبقى كده، بيبقى اسمه سيب اس اي بي دي سيب اللي هي سيليسيوس. حلو قوي الاسم سيليسيوس ده، سيليسيوس ايثرنت فون. دي الشركه اللي استعانت بيها سيسكو في الاول خالص اول ما دخلت اصلا عالم الفويب،
جابت شركه كده وقالت لها اعملي لي الحاجات دي زي بارتنر كده صغير، وهتلاقي بعد كده براكت شمال ويمين والاي بي فون ماك ادرس ومعك ده دوت سي ان اف دوت اكس ام ال. طيب نرجع بقى حاجه تانية، هو الاي بي فون لما يجي يتكلم الاف تي بي سيرفر ده، الاف تي بي سيرفر هيعرف انهو كونفيجريشن فايل يدهوله عن طريق الماك ادرس بتاعه، ما هو كده كده هو اللي بيكلمه. فده لو بيكلمه ماك ادرس معين بماك ادرس معين، الاف تي بي سيرفر هيقرا الماك ادرس ده لانه جاي له منه، الباكت اللي بتكلمه هي الماك ادرس ده، هيقوم مديله الكونفيجريشن فايل الكورسبوندنج للماك ادرس ده اللي موجود ده في الاسم بتاع الكونفيجريشن فايل. حاجه جميله جدا، روعه. الناس دي بتتكلم مع بعضها نتورك يا جماعه، نتورك بروتوكولز. خلينا نمسح كده. طيب افرضوا ان ده اول مره يسجل، مطلعينه من الكرتونه ورحنا موصلينه جوه الشبكه بتاعتنا، الاف تي بي هيعرف انه كونفيجريشن فايل المفروض يديهوله؟ لا، بس هو هيلاقيه مش متسجل عنده، فهيديله اكس ام ال ديفولت دوت سي ان اف دوت اكس ام ال، ده ديفولت كونفيجريشن فايل خالص، كل اللي فيه بس مكان السي ام او كوميونيكيشن مانجر عشان يروح يكلمه، وانت بقى كادمنستريتور تقعد تظبط كل السيتنج بتاعت الاي بي فون ده، رقمه، اللاينز اللي محطوط عليه، الدايركتري يعني اليوزر نيم والباسورد، لو انت عايز تعمل اوثنتيكيشن على الاي بي فون بتاعك مثلا، تحط له سيتنج معينه، رقم سريع دايل اب لما يتك واحد مثلا يتصل برقم معين 911 122 123. شكرا محمد، السؤال كان جميل. لو انتوا عايزين تسالوا اسئله تانية اكون تحت امركم ان شاء الله. ما تنسوش في ستيبيان تحت جنب سبسكرايب، طبعا اعملوا لي سبسكرايب. كان معاكم محمد، سلام. انتوا ليه مش بتعملوا سبسكرايب؟ سبسكرايب بليز، سبسكرايب تحت.